إذا الفنان الحياني معروف التجربة ديالو يعني أغنية الشبابية اللي كانت كذلك مجموعة كيغني مجموعة الألوان، ولكن اليوم اكتشفنا في فيديو كليب اللي غنى على يعني الفراق. نعم الفراق ديال الأم وديال الأباء، الفراق تبع ما هذا موضوع يعني صديق حبيبي. نعم كيفاش جاك التجربة ديال الكليب؟ أول تجربة ديالك هذه؟ أول تجربة كفيديو كليب، ثاني عمل ديالي بهذاك شخصي أول فيديو كليب. نعم شنو يمكن تقول على التجربة ديال الكليب في العريش؟ تجربة مزيانة عادية، غير هو شو خصنا واحد الالتفات من جهات أخرى اللي دعمنا، حيت كلشي كنديرو حنا يعني التمويل ديالنا كلشي من حنا يعني. نعم إذا بالنسبة للفيديو كليب أهم حاجة قبل من وصل المستوى التقني والإنسان المالية وداك الشيء، على مستوى الإنتاج الكلمات لاحظنا يعني خصنا نرقاو بالمستوى ديال الكلمات، يعني أنتم المؤلفين شكون اللي كيألف الكلمات ديالك؟ كيألف الأغنيات الكلمات ديالي حسن ديال الغوطي والألحان ديالي. ألحان وتوزيع موسيقي. توزيع موسيقي صديق رشيد مسكول. تفضل قدم عليك السميه ديالك. حسن ديال الغوطي الكاتب ديال الكلمات ديال ما تبكيش. نعم ما تبكيش. إذا هذه الأغنية هذه يمكن نصنفها في الأغنية الشبابية، الأغنية اللي يعني كتهتم بقضايا الاجتماعية المجتمع، يعني فراق يعني هو تجربة إنسانية كيعيشها أي واحد مع الأم ومع الحبيبة ديالو ومع أي الأحباب ديالو وداك الشيء. يعني أنت كيفاش يعني كتعامل في الكلمات ديالك؟ شنو ممكن تقول لنا على المستوى يعني الكلمات؟ بالنسبة للأول حنا حاولنا يعني نخرجوا على النمط ديال الأغنية الشبابية، يعني بغينا نحتفظوا بديك النسخ، الأغنية جميلة فيها كلمات قصة، وحتى الإخراجية حاولنا نركزوا على بزاف ديال القصص باش كنعطيو ديك البعد الفني للأغنية. نعم، وبالنسبة للموضوعات البنية الشبابية غالبا هي كتهتم بقضايا الشباب، يعني كنلاحظوا الموضوعات مثلا ديال الخيبة والفرح والحب، التعبير على حالة ديال الشباب يعني الحالة الإنسانية اللي كيعيشوها الشباب، وأخص نتوما في هذا الشباب، كيفاش يمكن نعالجوا قضية الشباب الآن؟ هي ممكن أنك تعالج قضية الشباب انطلاقا من أي عمل يعني فني، ولكن بالنسبة دابا إذا لاحظنا أن الأعمال الشبابية ولات كتاخذ واحد الاتجاه ديال مثلا حفلة فرحة كتبع لها المواضيع. إذا هذا على مستوى الموضوع، أما بالنسبة للكتابة الشعرية أو الكتابة الفنية عندها قوالب وعندها إيقاعات ديالها، كيفاش أسلوب الإيقاع اللي كنعتمدوا يعني في الكلمات ديالك؟ كنت كتهضر مثلا على الكتابة الشعرية، الشعر الكتابة الشعرية عندها نسق أدبي يعني. نعم. عندها مثلا هضرنا على الشعر الحر، يعني نعم. كيكون عندها واحد القواعد، ولكن مثلا ملي كيكون شي حاجة خارجة من القلب ما تقدرش أنت تعطيها واحد الإطار أنه يكون شعري، ولا كتبقى شي حاجة من القلب وكتعطيها يعني ما كتحداش بشي حاجة، هي نمط أدبي هي ستيل محدد، يعني كتخليها من القلب وكتعطيها حتى للجمهور اللي غيتلقاها في ديك القالب. واه اذا بالنسبه للانتاج التعامل ديالك مع يحيى الحياني، هو كنت كاتب كلمات، شنو هما الفنانين الاخرين؟ واش سبق تعاملتي مع فنانين اخرين؟ لا بالنسبه لاول تجربه كانت مع يحيى، ولكن كنت فايت كتبت المسرح وشي حاجات بحال هكا، وكاضافه يعني يحيى فنان من اذا ما قدرتش نقول هو احسن فنان في مدينه العرائش يعني، يعني عجبك التعامل مع عندك كلمات اخرى يعني توسع التعامل معها في المستقبل؟ لا دابا بالنسبه للمستقبل خدامين اربعه ديال البروجيكتات، اربعه الاغاني كل وحده ستيل محدد. واش يمكن تقول على التجربه ديال الكليب في العريش؟ التجربه ديال اللي فقدوا الشباب؟ الصراحه ان تجربه الكليب في العريش هي باقا تجربه ضعيفه. علاش تجربه ضعيفه؟ حيت كتوقع ان الامكانيات الماليه ما كايناش، والسبب النجاح في اي عمل خصو يكون إذا لابد من رفع جودة المنتوج من الناحية التقنية وكذلك من الناحية الجمالية، اختيار كذلك لاحظنا اختيار الفضاءات والأمكنة ديال العريش، كذلك التعريف بالمدينة لأن غالبا كيتم التسويق ديال المدينة من خلال الصورة، كيفاش أنتم كتختاروا كذلك حتى شي منتج ولا شي مخرج ولا شي حاجة، ولكن الكليب المستوى ديال الكليب بالنسبة لك شنو؟ بالنسبة للمستوى ديال الكليب حاولنا نتمنوا الثقافة المدينة، يعني إذا لاحظتي مشينا لواحد الفضاء اللي هو اللي هو ديكسوس يعني نقدر